شو اللي ما هو منطق الرغبة في موضوع تأسيس العائلة؟ هو البذخ في الفرح حق الزواج. يعني لما تفكر بمنطق تجاه تأسيس العائلة، هو الأفضل أنك ما تروح تبذخ في زواج عام وكبير. فكر بمنطق واسأل نفسك، هل أنا أحتاج هذا الشيء؟ لا، تقدر تسوي شيء خاص حتى لو أنك أكبر العيال، أهم شيء تفرح أمك وأبوك ويفرحون بعدين إذا شافوا أولادك، ولا تضغط نفسك ماليا. إذا أنت الله فاتح عليك وعندك فلوس، سوي اللي تبغاه بحدود المنطق. إذا أنت رجال على قد حالك بتروح تأخذ ديون عشان تفرح، ترى أبدا ما هو منطق أنك تأخذ قروض وديون وتضغط، حتى لو معك فلوس بس هي رأس مالك لا تحطها في ليلة واحدة. الواحدة منطق أنك تصرفها لمدة سنتين ثلاث سنوات. يعني أنا متأكد أن زوجتك بتفرح أكثر إذا هي استفادت من هذه الفلوس اللي أنت بتصرفها في ليلة واحدة. أنت بتستانس أكثر لو صرفتها بكرة في بيت كويس، صرفتها في سيارة كويسة تخدمكم، صرفتها في سفريات أنتم تصنعون فيها ذكريات بينكم بين أنفسكم.